وهي مكرونة فراخ رائعة بالفلفل المشوي. مقاديرها هتكون عبارة عن كيس مكرونة فوسيلي نص سلق، برضو محتاجة مية سلق المكرونة، 3 صدور دجاج مقطعاهم جوليان او اكتر او اقل على حسب ما انتوا حابين، و3 فلفل رومي احمر مشوي، 3 فلفل رومي اصفر مشوي، والاتنين فرمناهم بالسكينه وهحكي لكم شويناهم ازاي وفرمناهم ازاي، و2 فلفل اخضر حامي برضو مشوي ومفروم، ومعلقه كبيره ثوم مفروم، نص كوبايه ريحان، زيت زيتون وزبده، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره زعتر ناشف، رشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. عندكم حلين. الفلفلية سليمة كده هنشويها على عين البوتاجاز وده اللي بيدي احلى طعم، يا اما هناخد كل الفلفل برضو سليم زي ما هو نرصه على صينية وندخله يتشوي على الفرن، في الفرن نفتح عليه النار من تحت ومن فوق درجة حرارة عالية لحد ما نلاقي علامات الشوي بدأت تظهر، بنطلع الفلفل من الفرن او بنشيله من على عين البوتاجاز، بننقله البولة ازاز او بلاستيك ونغطيها كويس جدا بحيث ان البخار كله يتحبس جوه. ليه بنحبس البخار جوه؟ علشان البخار ده بيدخل بين القشر واللحم ويفصلهم تماما عن بعض، فاجي بعد كده اقوم مقشراه بكل سهوله وافرم لحمه فرم ناعم كده بحيث ان اخد احلى طعم للشوي. اهو باين عندكم هو مفروم ازاي، وبرده عندي الحامي هتشوفوه دلوقتي. الوك بتسخن على النار عشان نبدا كمان في الفراخ، بس هناخد زيت الزيتون وشويه من الزبده. والمكرونات بقى اللي هنستخدمها النهارده كلها هتلاقوها معتمده على زيت الزيتون لسبب بسيط جدا، ان هو بيكون فعليا جزء من الصوص بتاعي بنكهته الجميله الحلوه اللي هتطعم بحاجات تانية هيبقى منتهى الجمال. وانا هحط مكعبين زبده هيضيفوا برده للنكهه اضافه جميله جدا، وهستنى برده يسخنوا لان انا هنزل فيهم فراخ، وبرضو الفراخ ما ينفعش تنزل في طاسه بارده، لازم تنزل في طاسه سخنه. الفراخ الزبده وزيت الزيتون سخنوا خلاص، فانا هاجي انزل الفراخ تتشوح. والفراخ اللي بتتشوح دي عايزه احط لها توابلها على طول تتشوح فيها، فهحط لها الزعتر وجوزه الطيب والبابريكا، بقلب الفراخ مع التوابل اللي انا حطيتها وهسيبها بقى تاخد التشويحة بتاعتها. ورجعنا من الفاصل وزي ما انتم شايفين فراخ بتتشوح وبقت بلون التوابل اللي احنا حطيناها لها، الزعتر والبابريكا وكل الكلام الجميل اللي هيدي طعم رائع للمكرونة بتاعتي. تشويحة محترمة، انا واثقه الفراخ دي هيكون طعمها عالمي، والفراخ دي كده لوحدها متشوحه من غير اي خط من الخطوات الجايه ده تعتبر وصفه اصلا. انا الفراخ هنا هيحصل لها ايه؟ هنبدا نكملها بالثوم والخضره والفلفل الحامي. هاجي اضيف للفراخ الحلوه الاموره دي الثوم المفروم، هضيف لها كمان خلي الريحان دلوقتي مش هحطه دلوقتي، هضيف لها الفلفل الحامي المشوي اللي انا فرمته وهقلبهم معاها. عايزه الثوم ياخد التشويحه بتاعته وطعم الفلفل المشوي الحامي طبعا طلع على طول، مش عايزه الثوم يغير لونه، انا بس عايزاه يتشوح. وبعد كده هاجي اضيف الفلفل المشوي الاحمر والفلفل المشوي الاصفر. هقلب وكده بقى عندي الصوص اللي هو مش صوص خالص او المنكه للمكرونه بتاعتي اتحط على النار وكل اموري تمام. هقلب 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 وهضيف نص كميه الريحان وهسيب حبه للاخر. هقلب وهسيب الكلام ده على النار مع بعضه ثواني بس ياخد كده ويدي. نقربها هنا مني بدل ما ايديا اتخلعت كده، وهنزل المكرونه على الكلام ده كله.
هبدا اقلب وهلاحظ برضو ان المكرونه عماله تاخد لون وطعم وكل العصاره اللي في الوك من الفراخ والفلفل المشوي والريحان والثوم والدنيا زي الفل عندي. طيب اعمل ايه؟ نفس المكون السحري اللي مش هنستغنى عنه طول حلقه النهارده، شويه ميه مكرونه هتساعد على ان المكرونه مش بس تستوي، لا دي كمان هتساعد ان الصوص ده او المكونات دي يبقى ليها كده لمعه جليز بتمسك في المكرونه كلها. هقلب، وده طبعا عشان ميه سلق المكرونه بتبقى مليانه بالمحتوى النشوي بتاع المكرونه. نقلب 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 ونشوف ايه اللي هيحصل. بس هنسيبهم على النار مع بعض ونيجي نشوف، ياخدوا برضو الغلوه بتاعتهم زي المكرونه التانيه، ريحتها بصراحه تحفه، مش قادره اقول لكم ريحه الريحان مع الفلفل المشوي عامله ازاي، حاجه كده هعيط من حلاوتها يعني تجنن. عندي لمعه كده للمكرونه والنكهات ماسكه عليها والصوص ماسك عليها او المكونات ماسكه عليها وبقى ليها لمعه كده معينه، وده بالظبط اللي احنا عايزين نشوفه. شكلها ممتاز ممتاز ممتاز. عايزة برضو أطمن للملح، عايزة رشة ملح بسيطة جدا وممكن كمان رشة فلفل اسود الحقيقة. رشة ملح ورشة بسيطة فلفل اسود، دي كده زي الفل، استوت وبقت جميلة. أول ما بشيلها من على النار بحط بقية الريحان اللي عندي وهبدأ أقلب. طبعا طعم الريحان اللي اتحط ساعة السوى جميل وكل حاجة، لكن شوية الريحان الفريش اللي في الآخر دول بيبقى بقى ريحته فواحة بطريقة مش قادرة أقول لكم. وادي تاني مكرونه من غير صوص النهارده خلصت، ومنتهى الجمال برضو منتهى البساطه، ويعني حاجه حلوه جدا جدا جدا. هحطها جنب اختها